بدأ اليوم تطبيق مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، والتي تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة من 15% إلى 25%، والسيطرة على الزيادة في الأسعار وخاصة أسعار المنتجات الغذائية. تأتي المبادرة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وتشمل الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر والزيت والأرز، إضافة إلى إعفاء السلع التي تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط، وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين شريطة الإدلاء ببياناتهم الشخصية. وشدد جهاز حماية المستهلك على أن تلك الصفحات مزيفة وغير تابعة لأي كيان تجاري قانوني، حيث تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين واختراق حساباتهم البنكية، مناشدا المواطنين بعدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم. أكدت مصر أن تكلفة التمويل بالأسواق الدولية تزايدت بشدة، وينبغي على مؤسسات التمويل الدولية سرعة التحرك لضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة للحد من حالة عدم التيقن واستعادة ثقة المستثمرين. وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي بمدينة مراكش، أشار وزير المالية إلى اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي. يواصل قطاع البترول زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في كافة ربوع الجمهورية للتيسير على المواطنين. وخلال افتتاح محطة كار جاز العجمي بجراج الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، أكد وزير البترول طارق الملا أن قطاع البترول يعمل على إنشاء محطات تموين غاز جديدة وتطوير محطات الوقود القائمة وإضافة خدمة تموين الغاز لها لتصبح محطات وقود متكاملة. في أسواق البترول العالمية، قفزت أسعار النفط بعد أن شددت الولايات المتحدة الأمريكية برنامج العقوبات على الصادرات الخام الروسية، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق تشهد نقصا بالفعل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.69% لتصل إلى $90.89 للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.77% لتسجل $87.69 للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 5.44% لتصل إلى $3.21 للتر. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.23% لتسجل $3.24 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت الإمارات وكوريا الجنوبية أنهما اختتمتا المحادثات حول اتفاقية تجارية ثنائية تعرف باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. ووصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من عام 2023 إلى $3 مليارات، كما شيدت شركة كوريا للطاقة الكهربائية وكونستوريوم من الشركات الكورية جميع الوحدات الأربعة محطة براكة للطاقة النووية التي تبلغ قيمتها $20 مليار في أبوظبي.